اخر مره جا في جواجه كونجي اي كي بقى له نهار على العيد كمل له كونجي قلت له روح ما تتمنكش والله غيبقى له نهار على العيد فراح قلت له ما تمنكش راك في الساعه جديد ومازال روح خدم على روحك ما راح مسكين هذيك اخر مره اخر مكالمه هي مش عزوج تكلم عمو وقال لها راني عشاش وعلى الرابعه نخرج من الرابعه ما زدناش سمعنا وربي يأتي بالرحمه ويرحم كاع اللي ماتوا ونمجدوا الخلود اي ونمجدوا الخلود الشهداء عين الابرار وان شاء الله ربي يسكنوا في فسح جنان يلقى هو وجماعه اللي مات معه ندعو له بالرحمه ونترحموا على الشهداء ثاني شهداء الواجب الوطني كما هو واش نقول ان الله وانا اليه راجعون قدر الله ما شاء فعل تلقينا هذا النبأ تاع ابننا هذا وان شاء الله هو راه كيما قال من اهل الجنه وانسان كيما قال طيب الاخلاق وبيو يعني معنا كاع مع المجتمع مع الناس مع كاع انسان يعني متواضع وهذه هي الحياه تاعو وان شاء الله ربي يتقبله مع الشهداء. اليوم لحقنا ميساج خونا مات الله يرحمه ما عدو شهر من اللي راح كي كنا معاه كان نعمل اخ كنا نقراهم مع بعضنا الله يرحمه مسكين مات شهيد حبوا ربي داه.